ما أجمل كلام الله في أول الصباح، ولسوف يعطيك ربك فترضى. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خير الدنيا والآخرة يا رب. عفوك وعافيتك ورزقك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك وجنتك يا رب. اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم هذا دعائي لي ولكل عزيز علي وجميع المسلمين، فتقبله منا يا أرحم الراحمين. صباح